لا الحمد لله اليوم تم إقرار المداولة الثانية لقانون المناقصات العامة، واللي طبعا يعني لا يخفى عليكم أن هذا القانون يعني مرت عليه لجان كثيرة ومجالس كثيرة ولم يقر. وهذا القانون هو يعني تم تشريعه في سنة 1964، وإلى يومنا هذا لم يطور هذا القانون. القانون إن شاء الله في جوانب كثيرة إيجابية تتطلبها إن شاء الله الدولة الحديثة للكويت، بحيث أنه سيتطور معها هذا المناقصات العامة بالنسبة أيضا للتشريعات الخاصة بالتأهيل، التشريعات الخاصة بالترسية، التشريعات الخاصة ب أيضا متابعة هذه الأعمال التي يقوم فيها الشركات التي تفوز بهذه المناقصات. إضافة إلى ذلك أيضا اعتماد المقاييس العالمية للشركات الوطنية التي تمارس هذه الأعمال والتي تفوز في دولة الكويت في المشاريع العامة. هذا التطوير فعلا تطلب الدولة منذ زمن طويل، ولله الحمد اليوم وفقنا في المداولة الثانية. ولكن كانت لي ملاحظة بأن تقدمت في مداولة أولى بتعديل العلامات التي تخص هي المناقصات الخاصة في القطاع النفطي، وتم التصويت عليها في المداولة الأولى بأن لا تستثنى هذه المناقصات للقطاع النفطي من المناقصات العامة. ولكن اليوم طبعا العملية عملية ديمقراطية، ونحن أتينا عن طريق الديمقراطية ونؤمن بالديمقراطية. فيعني تم تغيير تعديل المادة بأن أيضا تم استثناء القطاع النفطي، وهذا يعني ما كنت لا أتمنى أبدا أن يحصل هذا الشيء، ولكن هذه هي الديمقراطية. ولكن سنظل متابعين لملف القطاع النفطي حتى وإن كان استبعد من المناقصات العامة.